السلام عليكم مشاهدين قناة يوم تك. أعزائي المشاهدين، اليوم سوف أشرح لكم طريقة استخراج نص مكتوب على أي صورة بسهولة وبدون استخدام أي برنامج. تابعوا معي الصح. نفتح المتصفح وندخل إلى موقع online.ucr.net. نذهب الآن إلى موقع جوجل لنبحث على صورة عليها نص مكتوب لكي نستخدمها في الشرح. يجب أن تكون الصورة بجودة جيدة لكي نستخرج الكتابة بدون مشاكل أو أخطاء. سوف نستعمل هذه الصورة. كما تشاهدون جودة الصورة جيدة جدا. الآن نرجع إلى موقع online.ucr ونضغط على select file، اختار الصورة ثم اضغط open وننتظر إلى أن يتم رفع الصورة على سيرفرات الموقع. نقوم باختيار اللغة من هنا. هنا لديك 3 اختيارات للملف الذي سوف تحصل عليه في الأخير، إما ملف وورد أو إكسل أو ملف كتابي عادي. أنا سوف أختار ملف كتابي. أدخل هنا كود الكاباتشا. الآن اضغط على زر convert. تم استخراج النص المكتوب على الصورة بنجاح. يمكنكم تحميل الملف من هنا. اضغط مرتين لفتح الملف. كما تشاهدون هذه هي النتيجة النهائية. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. إذا كانت عندكم أي أسئلة أرجو أن ترسلها لي وسوف أجيبكم. وإذا أعجبك الفيديو أرجو الضغط على زر إعجاب والمشاركة معنا في القناة ليصلك كل جديد. وشكرا لكم للمشاهدة.